صباح الخير واهلا وسهلا فيك معنا باستديوهات اخبار الصباح. مؤتمر رح ينعقد ببيروت بيحمل عنوان العالم يرسم المستقبل ودور العرب، وانتم حضرتكم عم تقوموا بتنظيمه. شو الهدف الاساسي من وراء هالمؤتمر وشو الهدف من وراء هالعنوان؟ ليش العالم هو رح يرسم مستقبل ودور العرب برسم مستقبل العالم؟ هدف المؤتمر هو جمع المفكرين والمثقفين واصحاب القرار، قيادات السياسيه والثقافيه في العالم العربي. المؤتمر سوف يفتتحه فخامة الرئيس العماد ميشيل سليمان وسيلقي كلمة، وهدف المؤتمر هو جمع المفكرين والمثقفين العرب للنظر في دور العرب على المستوى العالمي. يعني نعتقد أن العالم يمضي قدما، وإذا لم يلتحق به العرب فسوف تفوتنا القافلة كما يقال. كيف يعني؟ شو يلي ناقصنا؟ أعتقد من أين نبدأ؟ يعني نحن دائما لنا نظرة متفائلة في الوطن العربي، وأعتقد أن يعني دور المثقف والمفكر العربي يجب أن يلقى عليه الضوء، ويجب أن يعطى المفكر والمثقف العربي دور أكبر وأهم. نعم. وهذا هو هدف مؤتمرنا. نعم، المؤتمر رح ينعقد ب 8 و 9 كانون الاول 2010 ببيروت، وكمان هو بيتناسب مع مرور 10 سنوات على تاسيس مؤسسه فكر. مين اهم الاشخاص اللي رح يشاركوا من هالمؤتمر؟ رح يكون في عالم من العالم العربي، واكيد يمكن شخصيات بارزه على الساحه العالميه. نعم، المؤتمر سوف يبدا بكلمه من رئيس الجمهوريه، ثم لقاء مع يوسف بن علوي وزير خارجيه عمان، ثم كلمة للدكتور براك خانة سوف يتحدث فيها عن التغيرات الجيوسياسية في العالم. هو هندي هيدا؟ هندي الأصل، أمريكي الجنسية. نعم. خريج جامعة هارفارد، وهو أحد يعتبر من أهم المفكرين العالميين في هذا العصر، وسوف يتحدث عن التغيرات الجيوسياسية في المنطقة كما تحدث ضيفكم السابق أستاذ أسامة. وثم يتليه لقاء مع نخبة من المفكرين العرب، منهم الدكتور رضوان السيد وأمين أميل وعبد الله ابن أباه من موريتانيا، ويدير الحلقة الدكتور محمد الرميحي. كذلك سوف يتحدث المفكر والبروفيسور برهان غليون على المؤتمر. سوف يكون هناك أيضا ضيف جنسية أمريكية اسمه دان ووكر، وهو كان رئيس المواهب في شركة أبل كمبيوتر، سوف يتحدث عن بناء الطاقات. ولدينا ضيف خاص، يعني هو مفاجأة ولكن استطيع أن أخبركم عنه. هو رح يسمعنا هيدا السر. ضيف اليوم الثاني للمؤتمر سوف يكون رئيس وزراء تركيا رجب الدين أردوغان، والذي سوف يتحدث في لقاء حواري مع المشاركين في المؤتمر. بركي منلاقي معه حل لمشكلة المياه اللي طرحها دكتور أسامة قبل شوي، بما أنه هني بخزنوا كمية كتير كبيرة من المياه، لأنه ذكرت حضرتك أنه حتى التهديد الجفافي اللي رح يضرب المنطقة هو من أحد المواضيع اللي رح تطرح خلال المؤتمر. نحن دائما ننظر لجميع ما يهم المواطن العربي، يعني هناك لجنة تجتمع وتضع أهم العناوين، ولا شك أن المياه هي عنوان مهم، وأعتقد أنه كان هناك مؤتمر الأسبوع الماضي عن هذا الموضوع، عن موضوع المياه، وتم نقاشه، ولكن دائما نحاول أن نطرحه. قد تكون هذه فرصة خلال زيارة رئيس وزراء تركيا أن نسأله عن رأيه عن موضوع المياه. طيب أنا بس بدي أعرف منك أستاذ حماد، شو اللي خلى مؤسسة الفكر تؤدي لمؤتمر من هالنوع؟ يعني مؤسسة الفكر العربي، ليش بتطرحوا مواضيع من هالنوع؟ يعني شو الأشياء الملموسة اللي بتنطرح قدامكم لتؤدي إلى مؤتمر لدق ناقوس الخطر حول مواضيع بتهم العرب؟ مؤسسة الفكر العربي هي مبادرة تضامنية بين المال والفكر. فكرة مؤسسة الفكر العربي هي إعطاء صوت للمفكر والمثقف العربي. ونحن أول مؤسسة الفكر العربي، أول من قام بتجميع هؤلاء المفكرين والمثقفين تحت سقف واحد، والهدف منه إعطاء صوت لهم، لأن أعتقد أن في أحيانا كثيرة دور المثقف والمفكرين العرب مغيب، وهو من قد تكون أحد أسباب
عدم لحاق الوطن العربي بالعالم في التطور. مع أنه أنا بشوف عكس هيك، يعني أنا بشوف أنه الوجود العربي بالعالم ثبت هويته وقدر يعمل إنجازات مهمة، وكذا شخص عربي رفعوا اسم بلادهم بالخارج بكافة المجالات. يعني هذا اللي ما عم بفهمه، شو اللي ناقصنا بالعالم العربي لطرح مؤتمر من هالنوع؟ من تفضلتي بذكرهم الذين تفوقوا في بيئة ثانية خارج الوطن العربي، نحن نريد أن يتفوقوا في بلادهم. في بلادهم نحن نريد لمن يعني تفوقوا وأتوا بالشهادات نوبل وأن يكونوا يخرجوا من الوطن العربي وليس في أمريكا أو أوروبا. بالدليل عنه. ذلك يعني مؤسسة الفكر العربي تحاول أن تخلق بيئة صديقة للمثقفين والعلماء والمفكرين للأدمغة مثل ما قلت، نتجنب هجرة الأدمغة. نعم. طيب ليش بيروت اخترتوها مثل كل سنة؟ يعني أكثرية السنين عم تكون بيروت هي الموقع الرئيسي لهاللقاء. الحقيقة مؤسسة الفكر العربي مقرها بيروت، وعادة إذا لم تأتينا دعوة من حكومة عربية فالمؤتمر يعقد في بيروت. من المصادفات أن المؤتمر السنة الماضية كان في دولة الكويت، وقبله كان في مصر والبحرين ودبي ومراكش، وكان كذلك المؤتمر الثاني كان في بيروت. هذه المرة أتتنا دعوة من دولة المقر، وهي يعني يمكن مثل ما قال أحد الأصدقاء اشتاقوا لنا، فأردنا العودة. بيروت هي مقرنا، وهذه السنة يعني كان في دعوة حتى من الحكومة اللبنانية للعودة إلى دولة المقر. حضرتك إماراتي؟ أنا سعودي. سعودي، أهلا وسهلا. أنا عربي أولا. طبعا كلنا هيك. نحن بدنا نشكر حضورك معنا استاذ حمد العماري، طبعا نتمنى لكم التوفيق بهالمؤتمر وبكل المؤتمرات المقبله للاضاءه اكثر على المبدعين العرب للانطلاق من بلدهم ومن الامه العربيه بشكل عام. اهلا وسهلا فيك. شكرا. ونحن رح نختم حلقتنا هلأ مع التقرير الرياضي، من خلاله رح نطلع على كل النتائج يلي سجلت محليا وعالميا بكرة.